بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناه خطابيطه. انا واقف على كوبري المطار، تمام. عايز اقول لكم بس اتوبيس عطلان عامل ايه في الدنيا بجد. اقسم بالله حاجه تحزن، يعني ما يكون اتوبيس عطلان بالشكل البشع ده موقف الكوبري ازاي. ده كوبري المطار، المفروض على طول هكمل المطار شمال، هكمل على موقف العاشر. يعني والله مش عارف اقول ايه، يعني واحد حزين قوي على اللي بيحصل ده. اتوبيس طيب ده بقى جايبين عربيه تعبانه جدا عشان تزقه، اساسا هتشوفوا معايا دلوقتي، يعني جايبين عربية نص نقل عشان تشد الاوتوبيس في مطلع كوبري او شبه مطلع كوبري. طبعا يعني مش عارف عربية الونش واقفة اساسا ليه واقفة الطريق، يعني انا مش عارف واقفة جنبه واقفة الطريق ليه، متفهمش. يعني واحد يشوف عجب، اقسم بالله العظيم انا نفسي افهم ليه. بص طريق صعب قوي، هوريك دلوقتي هتشوفوا الموقف دلوقتي عامل ازاي. بصوا موقف يعني غريب يعني. اوتوبيس هيظهر دلوقتي في الملف اهو. ده الاوتوبيس عطلان ماشي، جايب له ايه بقى؟ عربيه نص نقل شده ومش عارفه تشده، يعني خلاص فريحت. بصوا موقف صعب جدا، موقف الدنيا بقى لنا نص ساعه مثلا في الكوبري عشان خاطر نعدي الحته دي. هو ده اللي بنشوفه بقى في مصر، يعني للاسف بجد ما فيش حاجه اسمها عمليات كده مثلا. لا في حاجه واقعه يلا بسرعه نروح نجيبها بحاجه معينه، بس الوزن بتاعه قد ايه؟ اصل اتوبيس كبير يشيل ونش كذا، اتوبيس صغير يشيل ونش كذا. لا ما عندناش، احنا عندنا نقف على نتفرج على الكارثه بس، نعمل فيها حاجه الكارثه؟ لا ما نعملش، نقف نتفرج عليها لحد ما يجي الحل من عند ربنا. شكرا ليكم بقى، اشوف ارائكم وتعليقاتكم. كان معاكم هاني في حفظ الله وامان.